تحياتي كل مشاهدي اكسترا نيوز من مدينة العلمين الجديدة، تحديدا من داخل الممشى السياحي. الممشى السياحي مش بس خروجة فقط، لا دي خروجة مجانية ممكن يخرج فيها كل زوار مدينة العلمين وكل المصريين من كل المحافظات. الممشى السياحي بيمتد 2 كيلومتر من على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبيه العديد من الخدمات اللي بيحتاجها أي مواطن مصري جاي مدينة العلمين. تعالوا نشوف الناس ازاي بتستمتع بالأجواء اللي موجودة من داخل الممشى السياحي، ازاي بتقضي وقت لطيف في مدينة العلمين في الممشى السياحي. يعني تعتبر خروجة بدون تكلفة أو بدون إن هو حد يفرض عليك حاجة. بالظبط كده، جو جميل جدا، واحنا بنركن العربية بنلف براحتنا، بنشرب ناكل بنعمل كل حاجة. يعني يعتبر يعني الأسعار نفس الأسعار العادية، يعني مش أوفر قوي ولا حاجة. رأي حضرتك إيه إن الممشى بيطل على البحر وجنبك الأبراج؟ جميل جدا، مختلف جدا عن أي مكان تاني. انا اصلا قاعد في بورتو جولف، جيت هنا لقيت الجو مختلف تماما. يعني كمان كل يوم بنلاقي حاجه جديده مختلف عن اليوم اللي قبل، فحاجه صراحه مشرفه جدا جدا. ما حدش بيدفع حاجه، ما حدش بيقول لك هات حاجه، ولا في باركنج ولا في اي حاجه، ولا في رسوم دخول بوابه ولا في دخول اي حاجه. طبعا انت بتخش براحتك وتخش براحتك كانك داخل اي مدينه عاديه. انا اول مره اجي بس صراحه منبهر بكل اللي انا شايفه، من الممشى، من المطاعم، من الفيو بتاع البحر. صراحه يعني شغل عالي جدا جدا واجواء قمة في الجمال الصراحة. المكان تحفة ما شاء الله، يعني احنا هنا مثلا من 4 ساعات. مكان كويس جدا، والممشى كله تقريبا احنا مشينا عليه. لا ما شاء الله، يعني ان بلدنا يبقى فيها حاجة زي كده بالحجم ده ما شاء الله. العلمين اكيد يعني بتنقل مصر نقلة تانية. يعني انا سافرت بره وشفت حاجات زي كده، لما تبقى عندنا في بلدنا تبقى حاجة كويسة، ان بلدنا بتتطور من اكتر لاكتر، وفي خدمات كويسة جدا في الممشى السياحي، وانصح الناس كلها انهم يزوروا العلمين. قاعدة هنا حلوة والمكان كله جميل والاضاءة حلوة وكل حاجة هنا حلوة. الممشى حلو والخدمات حلوة، وفي مكان حلو للعيال تلعب فيه بالعجل بالسكوتر وكده، ومكان حلو صراحة. جو جميل سواء كمناخ او حتى كهدوء، الواحد مش قلقان ان الاطفال يلعبوا حواليه، ان يلعبوا بالعجله بالسكوتر. الدنيا فري خالص، ما فيش حد بيجبرك على حاجه، انت تشتري حاجه او انت تقعد في مكان معين او حاجه. القعده بسيطه ومش مكلفه خالص. الحقيقه اول مره اجي هنا من العلمين الجديده، المكان بصراحه انا كنت متوقعه هيبقى ازحم من كده وهيبقى الدنيا فيه مكلفه اكتر من كده. لا، الموضوع هنا على الممشى بسيط كتكلفة وكحتى كهدوء، والناس قاعدة في منتهى الهدوء والراحة، فالموضوع بصراحة أفضل مما توقعت كمان.